السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندسة سنبي أولو في مادة الاقتصاد الهندسي المتقدم. نعود لنستكمل ما سبق وأسلفنا الشرح عنه. بدأنا بتعريف علم الاقتصاد بشكل عام، الجدوى الاقتصادية للمشاريع، تحدثنا عن أنواع الموارد وأيضا الاحتياجات والبدائل، منحنى الإمكانيات، إمكانيات الإنتاج وتكلفة الاختيار أو تكلفة الفرصة البديلة. تحدثنا عن مفهوم منحنى إمكانيات الإنتاج بشكل واسع ودرسنا أمثلة عنه، وأيضا درسنا كافة احتماليات منحنى إمكانية إنتاج من ناحية الانتقال المتوازي والانتقال غير المتوازي. درسنا أيضا المراحل الزمنية اللازمة لتحقيق المشروع، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع أهم المراحل التي الزمنية التي تمر بها أغلب المشروعات الإنشائية أو الهندسية. ثم تحدثنا عن الإنفاق في المشاريع، تحدثنا عن الإنفاق الاستثماري والإنفاق الذي يحدث بعد تشغيل المشروع أو إنفاق التشغيل، وتعرفنا على الجدوى الاقتصادية ومراحلها ودراسة تمهيدية عنها ودراسة تفصيلية للمشروع. تعرفنا أيضا على دراسة السوق، وتعرفنا أيضا على أهداف أو كيف يمكن استخدام دراسة السوق، ما هي الأغراض التي نستخدم دراسة السوق لها. وأيضا تعرفنا على الجدوى الفنية والهندسية للمشاريع الهندسية، وقلنا أن الدراسة الفنية تشتمل على عدة مواضيع متشعبة حتى يتمكن القائم بدراسة الجدوى من إعداد تصور نهائي للنتائج اللي يمكن عن طريقها الحكم على مدى توافر عوامل نجاح المشروع. كمان ذكرنا أن الدراسات الفنية والهندسية تغطي مجالات مثل تقدير حجم المشروع أو طاقة المشروع الإنتاجية، وأيضا بتغطي اختيار موقع المشروع، كون أنه موقع المشروع بترتب عليه قرارات هامة لأنه هو ركن أساسي لدراسة الجدوى لأي مشروع. وأيضا قلنا أنه وضع المشروع ضمن مكان معين بذاته، يعني وضع استثمارات ضخمة وتكاليف كبيرة جدا، ملموس في من هذه التكاليف ما هو ملموس ومنها ما هو غير ملموس، منها ما هو مرتبط بالأرض والإيجار وشراء المباني ونقل المواد، ومنها ما هو متصل بالتأثير التبادلي بين البيئة المحيطة والمشروع أو ظروف منافسة على العمل أو غيرها من القوانين المحلية والإقليمية. الآن سوف ننتقل إلى فكرة أخرى وموضوع جديد. انتقلنا إلى الريع وحساباته، سنتعرف عليه بالتفصيل إن شاء الله. وللحكم على جدوى المشروع الاستثماري من الناحية المالية أو التجارية، لابد من أن نتعرف على الريع وقوانينه. فالمشاريع تتطلب نفقات ومصاريف مختلفة لإيقاع إعدادها وتنفيذها، وينتج عن ذلك واردات وعوائد عند استغلالها، وتدر أرباح وتجنى منها الفوائد إذا لم تقع الخسارة. فالفائدة أو الريع المرتجى من أي عمل أو نشاط اقتصادي ينسب إلى قيمة المشروع الذي ينتج من تولد ما يسمى معدل الريع أو الفائدة. فالريع هو مفهوم اقتصادي كما ذكرنا، يشير إلى العائد أو الدخل الذي يحصل عليه الفرد أو الجهة المالكة لشيء ما دون الحاجة إلى بذل جهد أو توفير موارد إضافية. وبمعنى آخر هو العائد المالي الذي يحصل عليه المستثمر من استثمار أصول مختلفة، يعني هو عنده أصول استثمره ولكن درت له أرباح، فهو ما بذل جهد أو وفر موارد إضافية لكن هي أرباح عادت إليه. ويستخدم مفهوم الريع بشكل واسع للإشارة إلى الأرباح التي تحققها الأصول أو الموارد الطبيعية مثل الأراضي والموارد المعدنية وحقوق الملكية الفكرية أو الاحتكارات. والريع هو عنصر مهم في دراسة الاقتصاد، حيث يمكن أن يؤثر على توزيع الثروة والموارد داخل المجتمع.
ومصادر الريع قد تكون من الأصول مثل العقارات والأسهم أو الملكية الفكرية. وأنواع العقارات والأنواع أنواع الريع عفوا، عندنا ريع العقارات، العائد من تأجير العقارات مثلا أو الاستثمار في العقارات، وريع الأسهم، توزيع الأرباح على الأسهم، وريع الأصول الأخرى مثل مثلا ما يفرض على حقوق التأليف مثلا أو براءات الاختراع بشكل عام يعني. وهو يفرق عن الفائدة، مثلا الفائدة هي العائد الذي يحصل عليه المستثمر أو الدائن على المبالغ المقترضة أو المودعة، وغالبا ما يكون على شكل نسبة مئوية من المبلغ الأصلي. والفائدة تدفع على القروض أو السندات أو الودائع البنكية. نعم، أما ولها أنواع، مثلا فائدة بسيطة تحسب على المبلغ الأساسي أو الرئيسي للقرض أو الوديعة، وفائدة مركبة تحسب على المبلغ الأساسي والفوائد المتراكمة. أما الريع كما قلت لكم هو يحصل عليه المستثمر من استثماره في أصول مختلفة، وهو أرباح، عبارة عن أرباح. أنواع الريع: ريع الأراضي، ويتمثل في الدخل الذي يحصل عليه مالك الأرض من تأجيره أو استغلاله أو استثماره دون أن يشارك في العملية الإنتاجية. ريع الموارد الطبيعية، وهو العائد الناتج عن استغلال الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن. ريع الاحتكار، يتأتى من الأرباح التي يحققها الشخص أو الشركة نتيجة احتكار سلعة أو خدمة معينة. وريع الملكية الفكرية، وهو العائد الناتج عن استخدام براءة الاختراع، حقوق التأليف والنشر أو العلامات التجارية. قوانين الريع: لدينا قانون الريع التفاضلي، وينص على أن الريع يعتمد على الاختلافات في خصوبة الأرض أو إنتاجيتها، ويحقق الملاك ريعا أكبر من الأراضي الأكثر خصوبة مقارنة بالأراضي الأقل خصوبة. ولدينا أيضا قانون العرض والطلب وقانون التنافس. في المشاريع الهندسية يستخدم مفهوم الريع لتحديد العوائد أو الأرباح التي يمكن أن تحققها هذه المشاريع من خلال استغلال الموارد المتاحة بشكل أكثر كفاءة أو من خلال احتكار تقنيات معينة. الريع في هذا السياق يشير إلى الأرباح الناتجة عن الاستثمارات أو التحسينات التي تزيد من قيمة الأصول الهندسية دون الحاجة إلى بذل جهود إضافية كبيرة بعد الاستثمار الأولي. بعض الأمثلة على الريع في المشاريع الهندسية: مثلا ريع الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، يعني استثمار في مشاريع البنية التحتية مثل محطات الطاقة أو الطرق، حيث يحصل المستثمرون على عوائد مالية من تشغيل هذه المشاريع أو حتى بيعها لاحقا. وأيضا مثلا ريع الخدمات التصميم، شركة هندسية تقدم خدمات تصميم واستشارات لمشاريع مختلفة، والريع يأتي من الأتعاب المدفوعة مقابل تقديم هذه الخدمات. وأيضا ريع بيع الأصول الهندسية، يعني بيع معدات أو تكنولوجيا هندسية متقدمة، ومنها يحصل على يعني على أتعاب أو أرباح تأتي مقابل تقديم هذه الخدمات أو بيع هذه المعدات أو بيع. أهمية الريع في المشاريع الهندسية: أولا تعظيم الأرباح، يساهم الريع في زيادة الربحية للمشاريع الهندسية من خلال استغلال الفرص المتاحة بشكل أكثر فاعلية. وأيضا من أهميته جذب الاستثمارات، وأيضا زيادة القيمة المضافة للمشاريع مما يعزز مكانة الشركة في السوق. قوانين الريع: طبعا للريع عدة قوانين، وهي كي جميعها تتعلق بكيفية حساب الريع في السياقات الاقتصادية المختلفة، وغالبا ما تستخدم في مجالات مثل الاقتصاد الزراعي، الموارد الطبيعية والهندسة. أولا لدينا قانون ريع الأرض، وصيغته هي: الريع يساوي الإيراد الإجمالي ناقص مطروح منه التكاليف الإنتاجية مطروح من هذه القيمة جميع أرباح المنتج العادي. إذا الريع يساوي الإيراد الإجمالي مطروح منه تكاليف الإنتاجية، وهذه القيمة نطرح منها أرباح المنتج العادي فنحصل على الريع. لدينا مثال: قطعتين من الأرض، قطعة أي تنتج 100 وحدة من القمح، تكلفة الإنتاج هي 50 دولار، والسعر السوقي للقمح هو 1 دولار، هذا المنتج. ولدينا قطعة أرض بي تنتج 80 وحدة من القمح، تكلفة الإنتاج هي 40 دولار. حتى نحسب الريع للقطعة A
نحسب أولا إيراد القطعة A وهي 100، 100 وحدة من القمح ضرب 1 اللي هو السعر السوقي للقمح يساوي $100، هو هاد إيراد القطعة A. وتكاليف الإنتاج تساوي $50، تمام؟ هاي بنخليها عنا. هلأ نحسب أرباح المنتج العادي اللي هو منتج B، الأرض B، تنتج 80 وحدة من القمح ضرب 1 اللي هي القيمة السوقية للقمح. هذه القيمة نطرح منها 40 اللي هي تكلفة الإنتاج فيساوي $40، فيكون الريع لقطعة A الريع يساوي إيراد القطعة، الإيراد الإجمالي 100 دولار ناقص 50 اللي هي تكاليف الإنتاج. هذه القيمة نطرح منها أرباح المنتج العادي فبطلع معنا $10 هي الريع لقطعة الأرض A. أيضا لدينا قانون ريع الاحتكار، الريع يساوي الإيراد الكلي ناقص التكاليف الإجمالية. مثال، لدينا شركة تحتكر إنتاج منتج معين وتبيع 200 وحدة منه بسعر $5 للوحدة، تبلغ تكاليف الإنتاج الإجمالية $600. يكون الإيراد الكلي هو 200 ضرب 5 $1000، والتكاليف الإجمالية هي $600، فيكون الريع هو 1000 ناقص 600 ويساوي $400. طبعا الريع هو موضوع واسع جدا وهناك قوانين مختلفة له ومتنوعة له، تطرقنا لها على سبيل فقط الاستنارة، قد نتوسع فيها في المحاضرات القادمة. ننتقل الآن إلى موضوع الاستهلاك، والاستهلاك يمثل نقصان القيمة المادية للموجودات أو الممتلكات بمرور الزمن من جراء الاستعمال أو الهجر أو من عدم الكفاية أو من جراء تغير الأسعار أو حتى بسبب الحوادث. فالسيارة مثلا تنقص قيمتها مع الزمن مهما حاول الإنسان الاعتناء بها، فنقصت قيمتها بسبب الزمن، تنقص قيمتها أيضا من جراء الاستعمال التآكل وتتغير طبقا للتحسينات التي تضاف سنويا على السيارات. يستعمل الاستهلاك لاستعادة قيمة الممتلكات بإحدى الطرق الكثيرة، وهو يساعد المحاسبة في معرفة قيمة المشروع النقدي سنة بعد سنة والمبالغ المتبقية من قيمته، وهو يبين الطريقة التي تساعد بها تلك المبالغ التي دفعت قيمتها للممتلكات، ويستعمل الاستهلاك كأساس في كثير من التعاملات مع ما يهمهم الأمر. فمثلا الحكومة تضع الضرائب على أرباح الشركات وتضع الرقابة على الطريقة التي تستقطع بها مبالغ تغطية رأس المال مستفيدة من طرق الاستهلاك المختلفة. أنواع الاستهلاك، لدينا الاستهلاك الفيزيائي وهو الناتج من تلف الممتلكات التآكل أو العفن، وينتج عن ذلك عجز الممتلكات عن المثابرة في تأدية أعمالها، ومن أسبابه التلف بسبب العوامل المحيطة كالرياح والرطوبة والحموضة. النوع الثاني من الاستهلاك وهو الاستهلاك الوظيفي، وينتج بسبب عجز الممتلكات المثابرة في أداء عملها من جراء تغير الطلب عليها. يعني الأولى سبب أنه هي استهلكت بسبب عوامل معينة، أما السبب الثاني أنه ضعف الطلب عليها أو تغير الطلب عليها. وأسباب الاستهلاك الوظيفي الهجر، مثلا قد تأتي منتج آخر أو آلة أخرى في السوق إلى مردود أكبر وتحقق ربح أفضل. وأيضا عدم الكفاية، ويتم هذا عندما تتسع أعمال المنتجين وأيضا يحتاجون إلى آلات ذات استطاعة أكبر. التفريغ، ويتم برفع وقطع مادة ما من الممتلكات بصورة مقصودة. أيضا تقلب مستويات السعر، وتغير السعر مع تغير الزمن أمر طبيعي ويؤدي بالتالي إلى تغيير قيمة الممتلكات الجديدة والقديمة، ومن أسبابه العرض والطلب والحروب والأزمات. أيضا لدينا الحوادث والمفاجآت، وهي تؤدي إلى خسارة سريعة وكبيرة في القيمة. طرق حساب الاستهلاك وتقديره،
طبعا يحتاج أمر تقدير الاستهلاك إلى خبرة طويلة وإلى معلومات تستقصى من حياة ممتلكات مشابهة استخدمت في ظروف مماثلة. من الصعب التعرف على قيمة الاستهلاك مقدما بصورة مؤكدة، وقد يسهل التعرف على قيمة الاستهلاك المالي والفيزيائي، غير أن التعرف على قيم الاستهلاك الوظيفي عسير إلى حد بعيد. كما سبق وتقرر أن الاستهلاك هو عملية توزيع تكلفة الأصول الثابتة على مدى فترة استخدامه. وبما أن الاستهلاك يساعد في تحديد التكلفة الحقيقية لاستخدام الأصول بمرور الوقت، وهو جزء من المحاسبة والتمويل جزء أساسي جدا، فهناك عدة طرق لحساب الاستهلاك، وهناك طرق شائعة أكثر من طرق أخرى، مثلا طريقة الخط المستقيم وطريقة الخط المتناقص مثلا وطريقة الوحدات المنتجة. هناك غيرها من الطرق سنتعرف عليها واحدة تلو الأخرى. أولا لدينا الطرق التي تتخذ الزمن أساسا للاستهلاك، وهي أولا طريقة الخط المستقيم. في هذه الطريقة يفترض أن الاستهلاك يتم بانتظام سنوي خلال حياة الموجودات. مثلا لدينا قيمة آلة قيمتها 14,000 دولار، وقيمة إنقاذها 4,000 دولار، ومدى حياتها 10 سنوات. لحتى نحسب الاستهلاك والقيمة المسجلة وعوائد رأس المال غير المغطاة في كل سنة من حياة هذه الآلة، علما بأن الريع المرتجى منها هو 40% سنويا. الحل بعدة طرق، سنجرب هذا الحل بعدة طرق. أولا الحل بطريقة الخط المستقيم، يكون حمل الاستهلاك يساوي القيمة الحالية اللي هي 14,000 ناقص قيمة الإنقاذ اللي هي 4,000 مقسومة على عدد السنين اللي هي 10، فبيطلع معنا حمل الاستهلاك هو 1,000 دولار. أما بطريقة النسبة المئوية، الطريقة الثانية، تستهلك الممتلكات بنسب مئوية ثابتة من المبلغ غير المستهلك المتبقي في نهاية كل سنة. وهذه الطريقة غير مفيدة إذا كانت قيمة الإنقاذ صفر، وتحسب هذه النسبة عن طريق معادلة مايتسان، والتي تعطى وفقا للتالي: M تساوي ناحية 1 ناقص جذر R على B، حيث B تمثل القيمة الحالية و R هي قيمة الإنقاذ و N على الجذر هي عدد السنين. ولدينا أيضا الطريقة العددية، والتي تعتمد على مجموع السنين، واستعملت هذه الطريقة من أجل حسابات ضريبة الدخل، وهي تعطي نتائج مشابهة لطريقة النسب المئوية الثابتة، غير أنه يمكن استهلاك الممتلكات حتى الصفر. وتعتمد الطريقة على ضرب المقدار المطلوب استهلاكه ب ناقص R في مقادير تتناسب مع نسبة عدد السنين، مرتبة بالعكس على مجموع الإعداد المتتالية بدءا من الواحد وحتى نهاية عدد سنين خدمة الآلة. يعني بيكون مجموع N يساوي N بواحد زائد N على 2. تشير المعادلة السابقة إلى مجموع السنين، وعلى ذلك يكون حمل الاستهلاك يساوي 2 بي ناقص R مضروبة ب 2 ناقص C زائد 1 مقسومة على N بي N زائد 1. والقيمة المسجلة في سي بتكون بي ناقص R على N بي N ناقص C بي N ناقص C زائد 1 على N بN زائد 1. أما باقي طرق الاستهلاك التي تستخدم الزمن أساسا للاستهلاك، هي طريقة رأس المال الهابط. ويفترض في هذه الطريقة تغطية رأس المال المستخدم لدفعات سنوية متساوية من مدة حياة الممتلكات. وأيضا الطرق التي تتخذ الاستعمال أساسا للاستهلاك هي طريقة الاستهلاك بالوحدة، وطريقة الخط المستقيم، وطريقة النسبة المئوية الثابتة، وطريقة المزج بين الزمن والاستعمال. بالنسبة للقوانين السابقة، كلها سنتعرف عليها بالتفصيل في محاضرات قادمة إن شاء الله. سنضرب أمثلة واضحة وعملية عنها حتى نفهمها بشكل أفضل. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة. أشكركم على حسن استماعكم، وأتمنى أن أكون قد وفقت في توصيل معلومة سهلة لكم. كل الشكر لكم.